مع كان خاص بالاجنبي الهيئه لمكافحه داء الكورونا، وهو هو في الاصل ان الاجتماع تقرر بعد ما يعني ولايه بشار عرفت ظهور بعض من الحالات في الاسبوع الفرد و تسع حالات ولكن الهدف قلت انا الهدف الاسمى من الايقاع هو لتحسيس اولا اعضاء اللجنه الولائيه القطاعيه هي فيها مختلف القطاعات، قطاع الصحه، التجاره، الامن الوطني، الدفاع الوطني، الجيش الوطني الشعبي، قطاع النقل، يعني كل ما له إلى بالعمليه الوقائيه. اليوم في الاصل اللقاء كان خاص من اجل اننا وضع بعض من القرارات السير المفعول، من بينها اعاده تفعيل لجنه المراقبه، مراقبه المحلات التجاريه، المحلات المستقبله للجمهور من مقاهي، مساجد، مطاعم، مطاعم الرحمه. نحن في شهر رمضان، كل ما يستقدم بالمواطنين ولقاءات المواطنين سنقوم بمراقبته اي مدى تطبيق الاجراءات الوقائيه، دون ما ننسى النقل الجماعي العمومي والخاص، النقل عن طريق القطار. تكلمنا عن المطار، وضع اجراءات وقائيه لتفادي ظهور الوباء بصوره يعني كبيره. كل هذه الاجراءات ستدخل حيز التطبيق ابتداء من ليله اليوم، من اليوم في الليل بعد الافطار، بعد صلاه التراويح ننطلقوا ان شاء الله. وما ننساوش ثاني اننا نديروا لي ميزور باريير، وضع الكمامه، غسل اليدين، الجل يدو الكوليك، كل ما كما كنا زمان. لابد نوليو لليقظه اللي كنا عليها، نوليو لليقظه اللي كانت في بدايه الازمه، نوليو لاخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي، الاجراءات الوقائيه اللي كانت في المدارس، اللي كانت في التنوير. حسينا ان يا رشمه كان تراخي من كل الجهات، من كل الاطراف، كان فيه تراخي، ما نكذبوش على بعضنا. وزيد ثاني احنا اللي اثر فينا، هو اثر شويه في الولايه، ماهوش اثر وانما هو اللي جاء بنا الكورونا، هو اللي يعني لي فاكونس تاع مارس، هذو اللي العطله الربيعيه كانت فيها وفود يعني بالحافلات، اولات التغيط بالشهر وكذاك. وما ننساوش ان الفيروس يتنقل من انسان الى انسان. اليوم عندنا هذه الحالات هي مستقره، متحكم فيها، راهم في المستشفى العباد، راهم المستشفى بشار، مستشفى 240، يتناولوا في الدواء، لو بروتوكول سيساري، وان شاء الله يكون خير. ولكن لابد كما قلت منح اهميه قصوى للجانب الوقائي. ان شاء الله. بارك الله.